طيب هنكمل مع حضراتكم كابتن محمد. خليني اسالك بقى، يمكن ماتشين مهمين بالنسبه لاهلي وزمالك ان شاء الله يوم الجمعه يوم الاحد ان شاء الله. نبتدي بالجمعه، فرص الاهلي الحقيقه في الفوز على مازيمبي والتعاون لنهائي افريقيا ان شاء الله. لا اعتقد الاهلي عنده فرصه كبيره جدا، بان من المباراه الاولى امكانيات او فروق الامكانيات اللي بين النادي الاهلي وبين فرقه مازيمبي، وخاصة لو في ناس من الغيابات اللي كانت مش متواجدة مع فريق النادي الاهلي في المباراة الاولى رجعت. الاهلي عنده كم كبير جدا من الغيابات الحقيقة، غيابات مؤثرة جدا، بتكلم في الشناوي، في ياسر ابراهيم، في مروان عطية، في امام عاشور، في حسين الشحات، في ديانج، ناس كلها تقيلة جدا دورين في الملعب، ولها ولها شكل في شكل ادائها. فلما يغيب الكم ده اللي بالمواصفات دي في مباراة زي المباراة دي، فطبعا اكيد يبقى له تأثير، رغم ان الناس التانية اللي نزلت واشتغلت بشكل كويس جدا الحمد لله. فلو في ناس من الغيابات اللي كانت متواجدة في المباراة الاولى تواجدت في المباراة التانية، والمباراة هتبقى هنا في القاهرة وقدام الجماهير المصرية كلها، اعتقد ان الوضع هيختلف جدا، وهيبقى النادي الاهلي عنده امكانية كبيرة ان شاء الله ان هو يعدي مازيمبي بسهولة باذن الله. مازيمبي هيبقى هو مازيمبي اللي لعب على ارضه كابتن؟ بالعكس، مش هيبقى كده بشكل كبير يا فاروق، لان الاهلي لعب الماتش الصعب، الاهلي لعب الماتش الاصعب في حاله ملعب وفي امكانيات ملعب بشكل كبير. بص انت ما بتخافش على الاهلي في الجزئيه دي، لان الاهلي بيعرف يتعامل في البطوله المفضله دي، يعني هو بيعرف يتعامل. والاهلي بص، لو احنا كنا بنشوف صعوبه في الاوقات السابقه في المجموعات، الاهلي بعد ما بيعدي المجموعات دي يا فاروق وخلاص بياخد هي اصعب حاجه المجموعات، والسنه دي ما كانش صعب بالظبط. فخروج المغلوب يعني. خروج المغلوب عند النادي فرقه متعوداه، يعني هم متعودين الموضوع، ومش فارقه معاهم اجواء ولا فكره ولا في سفر ولا في كده، وانت ولا كنت ملعب ولا ضمن يعني الكتيبه دي قبل كده، فانت ما عندكش مش شاغل بالك انت مش شاغل بالك ان هنلعب في ملعب سيء، في ملعب هي 90 دقيقه هتتقضى وهنطلع منها وهنيجي القاهرة مرتاحين. الأهلي عمل الخطوة الأصعب، هنا مين هيكون موجود مين مش هيكون موجود؟ النادي الأهلي وراه جمهور يا فاروق بيعمل أي حاجة، جمهور النادي الأهلي بالظبط. أنا بحس إن هو آخر حد بيعمل الأسيست بتاع الجون ده، يعني هو آخر حد بيعمل الباص اللي بيجي منه الجون ده، وأنا بحس إن جمهور الأهلي كده قوة دفع رهيبة يا فاروق، لمدة 90 دقيقة بيفضل ورا فرقته لغاية أما ينجحها، ودي حاجه هتبقى يعني على النادي الاهلي. البطوله مقربه بشكل كبير، لازم ان شاء الله الاهلي يجيب جول بدري، ولا الامور بالنسبه له السنه دي الماتشات دلوقتي ما فيهاش ده، يعني ما فيهاش اللي انت من بدري ما فيهاش ده، لا انت هتصبر جوه الجيم بشكل كويس جدا، ما جبتش بدري لان 0-0 دي مقلقه، يعني انت كمان انت مش عايز يجي فيك جول، هو الاهم ان انت بالظبط كده. فانت الصبر مهم، الصبر جوه الجيم مهم، والنادي الاهلي يقدر يخطف في اي وقت هدف واثنين، والاهلي لو جاب جون هيجيب تاني، الموضوع هيبقى في المتناول. يعني انت خايف على الاهلي في الكور الثابته، بس انا دي اللي بقلق فيها بالنسبه لمصري كلها، يعني انا بقلق في الكور الثابته لانهم عندهم اطوال كويسه وبيعملوا كورنر بشكل كويس، هي دي الحاجه الوحيده اللي النادي الاهلي يعمل حساباته عليها، الكور الثابته بس هي اللي هتبقى مشكله. اما في التحضير وكده، هي فرقه يعني عايزه تروح للجناب عشان والحقيقه خط هجوم النادي الاهلي ما شاء الله، حتى في غيابات اللي احنا قلنا عليها